يعني خواري مبقدة من نوع لي 5 سنة، متعرضة للبهدلة انت زوجي في دخلت الشمال. الآن طلعت مقعقعة أنا وبنتي، يعني ضرب متحملة منه وهيانة وبهدلة، لا منه أعطاني ورقة طلاقي وخلاني أتزوج أستر نفسي أدني بنت جاهلة، ولا منه يعني كيف قالوا راجعني ولا أي حاجة، ولا يصرف ولا يصبر ولا. وأبو وأمي عاجزين، أبو وأمي شيوبة عاجزين، ما هن أسرة ما أقدرش أشكو عليها كاملا. الآن أنا خرجت من عند أبو وأمي، قدرت لحالي، يعني من أتى أكل معاه من الجيران. أنا وبنتي، ما بنت عمرها 5 سنة، لما فيش مئة مئة تجلس تتجدني بعد البيت خليني أسيل دمئتي على اليوم الذي أنا تزوجت فيه. أنا حياتي كلها بهدلة، أنا بكت حيصانة، لمنه المحكمة خلقني خلاني أتزوج وصر نفسي وصر بنتي. إنسان يشكى علي ولا بنتي، ما أكسر شابك أطلب، ما أكسر شابك ولا أي مكان أني.